السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف موقع من المواقع اللي بتفيد في تحويل المدينة لمدينة أكثر ذكاء، اللي هو إيه؟ أجورا. طبعا أجورا معناها ساحة، ودي كان الرومان بيقعدوا، وكانت موجودة حتى في مصر ساحة كبيرة الناس تتناقش القضايا بتاعتهم. في فيلم اسمه أجورا بيتكلم عن مصر القديمة. طيب إيه أجورا؟ بيعمل إيه؟ ده نوع من انواع ان يبقى المواطن الرقمي بيتفاعل ويشارك في كل القرارات اللي الحكومه عايزه انها تاخدها، وبيتفاعل مع المسؤولين في مجال التعليم في كل المجالات. طيب دي الشبكه، دي شبكه اسبانيه، تمام اهوت، بتخلي الناس كلها تتفاعل في التنميه المستدامه وخطه اسبانيا 2030. تمام، لازم الرقم يكون بيبقى الاسم 25 20 20 30 20 70 وهكذا، يعني بحيث ان يبقى المواطنين يكونوا مرتبطين بكل اداره الطرق وجمع النفايات الالكترونيه، توزيع الميزانيه، مشاركه الافكار، اطلاق المبادرات، كل حاجه بتحصل في البلد بيجي لهم اشعارات بيها، وهم يشاركوا ويقولوا احنا راضيين عن الجزئيه ديت، او في جزئيه معينه محتاجين ان احنا نطور نفسنا فيها بالشكل دوت. والتطبيق هو موجود، تقدر ان انت تحمله سواء ايفون او جوجل بلاي، ممكن تدور عليه بالاسم يعني. تمام، فدي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الناس تتشارك. اي قرار لازم يتاخد يكون المواطنين موافقين عليه وعايزينه، ما يفوتوش بحاجه بتتبني من غير ما حد ياخد رايهم. فده نوع من انواع الساحه الالكترونيه اللي الناس تقدر تتشارك فيها باي حاجه ممكن تاثر على حياتهم.